السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. أنا كنت بس عايزة أسأل الدكتورة على إن أنا عندي ولد وبنت. عندي بنتي خليجة عندها 4 سنين، عندك ايه؟ عندي بنتي عندها 4 سنين وابني كبير عندي 9 سنين. الكبير عنده قد ايه؟ 9 سنين تمام. والصغيرة عندها 4 سنين. بنتي بتجيلها زي هي اوريدي، احنا طبعا بنلعنها وبنلعب معاها وكل حاجه، وطبعا في ثواب وعقاب وكل حاجه بنظبط معاها، بس المشكله ان هي بتجيلها زي نوبه غضب او نوبه كده من العياط مفاجئ شديد ما بتسكتش فيه خالص، وزي بقى بتقعد مثلا 5 دقائق 10 دقائق يمكن نص ساعه بقى ايه اللي بيخليها خلاص بتعيط؟ بتاعها. بتعيط عياط بقى هيستيري كده، تقعد تشتكي ايه صناديق، السبب؟ ايه السبب؟ اي حاجه، اي طلب من التنفس ليها، اي ايه؟ اي طلب ما يتنفسش ليها، ده بيخليها تقعد تدخل تتشنج كده وتقعد تعيط وتشد في نفسها وممكن تخربش اي حد، وعياط عياطها اصل كتير. وانتوا رد فانا فعلكوا بيبقى ايه؟ باخدها، ممكن اخدها كده اقعد جنبها، اهم حاجه منها ان هي ما تجيش نفسها، واكون جنبها واقعد اقول لها انا بحبك وما ينفعش تعملي كده وده غلط، يعني خليكي شطوره وده غلط اللي انا هعمله لك، هنعمل مع بعضينا اللي انت عايزاه، بس نبقى بالراحه سنه سنه، واقعد اتكلم معاها، ساعات تستجيب وساعات لا، ساعات ممكن تهدى بعد 5 دقائق، ساعات لا وانتي في ممكن. النهاية بتعملي اللي هي عايزاه ولا ما بتعمليهوش ولا بتعملي لا ايه؟ لا لا ما بعملوش، لا لا ما بعمل، كل مرة ما بتعمليهوش؟ لا ساعات وساعات على حسب المهم، يعني على حسب اللي ينفع اعمله او لا، ساعات ممكن اعمله لو مثلا هننزل خروجه او هتروح او حاجه في المتناول او حاجه هي ما ينفعش ان انا هي اعملها، يعني ذكية، طبعا مش عرفت الطريقة. اتفضلي. الفكرة بقى اني انا مش عارفة ايه الطريقة الصح اللي اقدر انا اسيطر عليها في وقتها على الموضة دي واقدر اهديها، مش عارفة ايه اسلم طريقة. انا طبعا بجرب معاها كذا طريقة، يعني مرة اكون جنبها وهديها، مرة امسكها يعني احميها ان هي ما تعملش اي مشكلة في نفسها، مرة ممكن احددها ان ممكن ايه اضربها، اقصى حاجة عملتها ضرت بيها نفسها؟ تقعد تشد شعرها، تقعد تشد عملت شعرها، ايه؟ تخبيش بتشد جنبها، شعرها. شجرة. بس تخبيش هي جنبها، بتأذي نفسها، هي مش بتأذي حاجة حواليها. ممكن تأذيني انا كمان لو انا مسكتها طبعا في عنف او حاجة، بتشد شعري تقعد تخربش فيا، وساعتها انا مش فاهمة دي هي ممكن ليه اوفر اللي بتعمله ده، مش قادرة افهم. تمام، حاضر. تابعينا يا مدام سوار. بصي يا استاذه رانيا، احنا ساعات بيعرض علينا مشاكل زي كده، بنطلب من الاهالي يصوروا فيديوز ونقعد نذاكر الفيديوز دي، وساعات بنجيب الطفل ونحطه في اوضه كده، اوضه مراقبه سلوك فيها كاميرا، بنقعد نراقبه بشكل غير مباشر، نشوف يعني حاجات كتير في السلوك، تصرفاته ايه، بيعمل ايه؟ عشان نطلق حكم عادل، لان ما ينفعش من حدث واحد او حدثين نقدر نحكم الولد ده عنده ده بيسرق ولا ده ما اعرفش عنيف ولا كذا. اكيد في جانب وراثي بلا شك، وممكن واحنا صغيرين كنا كده. الفكره بقى انت هتديل مع الموقف ده ازاي، هتتعامل معاه ازاي، هنا الحرفيه، هنا الفن. واحيانا عشان اكون برضو صراحه، في درجات معينه من العصبيه في الاطفال، تمبر تانترمز او نوبات الغضب، قد يضطر الطبيب الى استخدام علاج دوائي فيها وحقيقي للتهدئه، علشان الطفل بيوصل للاذى. 4 سنين. ايوه ماشي، عندنا لل4 سنين في دواء، ولل40 سنه في دواء. ده ليه دواء وده ليه دواء، ده قطره نقط كده تحط، خلي الطفل كالم وموده حلو وكوبريتيف، وبالعكس بيشوف نفسه حلو، وده بيخلي فكرته عن نفسه او الكونفيدنس بتاعه حلو جدا. فلكن بنستخدمه بميزان من ذهب، لما احتاجه لما احس كده ان الاتموسفير كله طبيعي والدنيا حلوه، والبنت هي اللي عامله قوي كده، وبقى في خربشه نفسي، وبقى في تعوير اللي مش عارف ايه، وتكسير لكذا، واحتمالات الاذيه وارده، لا انا استنى ايه؟ انا هنا بحاول احمي الطفل واحمي الاسره، وفي نفس الوقت اخليه يشوف نفسه حلو عشان تعود ثقته لنفسه، لحد ما نتفق على طريقه تعديل السلوك. يعني الطريقه اللي لا تخفى، واحنا لسه قايلينها من شويه، ان انا في اوقات اخرى يعني هو اللي بيفرق. بنفذ، لا بعمل اللي هي لا، هي طبعا عايزاه. دي حته، دي حته دايما انت بنقولها يا رامية، حته انه ساعات وساعات دي اول غلطه عندها، ساعات ساعات دي اغنيه صباح. لا، احنا عايزين نحط خط تحت فكره، ما ينفعش انت ليك سيستم واحد، ممكن سيستم بقى سيستم البرود. يعني ايه سيستم البرود؟ انا بامن بيتي في الاول، الاصل في الامور ان البيوت ما فيهاش حاجه حاده، ما فيهاش بلاعه، ما فيهاش كهرباء، ما فيهاش مواد كيميائيه، الدنيا
سيف خالص. عارفه في الدول الخليجيه عندهم الديوانيه في الكويت اللي هو الارض تبقى عامله زي السجاده اللي هي بتاع الخروف دي، ها، والتلفزيون متعلق فوق بستاند، مفيش اي حاجه. انا لو قفلت عليك الباب مش هتعرف تعمل حاجه في نفسك، والشباك عارف مفيش اي مخ. فانا هنا ده بيخلي سلوك البيرنتس ليه طريقه، لكن لما يكون البيت فيه حتت حاده وحته انت سلوكك بيختلف، لا بلاش، لا ما تعملش. وهنا ده بيشكل طفل بشكل معين، وده بيشكل. هو احلى حاجه في الدنيا انك انت بصراحه توصل لمرحله البرود اللي هو اتنطط تتعلم يخبط عور نفسك بقى، اوجع نفسك مش مهم، بس نفسك الكيرف بينزل بقى عشان الطفل عارف خلاص حفظ. كل ما اعمل الحركات دي هتتعب وتنام في الاخر. بالظبط، يعني هتتعب وتنام من كتر العياط، هتتعب وتنام، طاقتك راحت. هي ذكية ما شاء الله عليها، ربنا يخليها لك يا رب. هي عارفة تلعب ازاي على الحتة اللي عندك، يعني هي أيوة. عارفة ان انت ايه، هي هتزيد 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 هتزيد، وانت هتفضلي مستحملة 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 لحد حتة معينة هتاخديها في حضنك، هتعملي لها اللي هي عايزاه، هتراضيها بشكل ما يعني. وهي عارفة انك بتخافي عليها، فبتبدأ ان هي تشد شعرها، توجع نفسها علشان خاطر انت قلبك يحن. لو البيت كله عامل زي الليفينج كده سيف وامن، وانت مش يعني مش اللي هو الناس اللي عامله على بيوتها قوي كده، ما ده بيت في بيتنا طفل، ده بيت فيه طفل. فيعني اذا عايز تربيه خليك بقى فاكر كده البيت اللي بتاع ما فيش حاجه انت خايف عليها. شو عارف لو اديت نفسك 3 4 سنين بالشكل ده، بعد كده اسس زي ما انت عايز. لكن احنا بنروح للاساس نشتري موبيليا بشكل معين علشان لو تحطي الحاجات اللي هي ايه مهما خبطت رزعت ما يحصلهاش حاجه، وترجع تجيبي حاجات تركبيها عليها كفرز عشان خايف يتسفرغ عليها ولا يكسرها. لا، هو انت لو عايز تبقى تربي، تخيل ان اختار موبيليا ليها علاقه بتربيه ابنك. يعني انت لو اختار حاجه كده ما تخافش عليها، وخلي العيل يخش عليه، هي شويه حاجات بسيطه بتتحط في الحسبان. طبعا. لكن دلوقتي هي عندها قلق، فانا رايي حاجتين اللي عايز اقولهم في الاخر. الاولى انه سياسه واحده، وغالبا السياسه دي سياسه البرود، عشان يوصل لها مسج حبيبتي انه مش هينفع الطريقه دي، زائد التعزيز السلبي اللي احنا بنقول عليه كل مره، اللي هو انه لا، في اوقات تانية البنوته ما بيحصلش الرياكشن ده، بس انتم ما بتاخدوش بالكم او بتقولوا طبعا الحمد لله. لا، ده انت تكافئ في اللحظه دي، لو لقيت انها بتتكافئ لما ما تتعصبش مرتين ثلاثه هتبطل. صحيح، ده مهم. صحيح.